السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عساكم بألف خير. اليوم إن شاء الله وحسب طلب العديد من الغاليات فأنا سأقترح عليكم اليوم قبة بدون خياطة ولكن الموديل مسدود من الأمام أو مغلوق من الأمام أو بدون خياطة من الأمام، وأبدأ على بركة الله. أول شيء نحتاج لرسم كورساج معتمد، أي كورساج، ليس من الضروري أن يكون كورساج العالمي لأن هذا الموديل يناسب، لأن هذا الباترون يناسب جميع الموديلات. يمكن تطبيقه في العباءات، في المونتو، في روب الحمام، في شوميزات، المونطوات وغيره، لا داعي لرسم هذا الجزء. هنا يجب أن يكون بدون خياطة، وبالتالي سنبدأ الشكل من هنا. سندخل هنا بأربعة سنتيم، هنا باثنان سنتيم، نقوم برسم هذا الجزء. ويكون طوله 40 سنتيم تقريبا، من هنا لهنا 40 سنتيم. نقوم ب العمودي على هذا الشكل من 25-30 سنتيم، من 25-30 سنتيم، ونأتي لهذا الجزء. سنحتاج لطول لقياس عنق الظهر لنقوم بخياطة هذا الجزء من هنا لهنا، من هنا لهنا 3 سنتيم، ومن هنا لهنا قياس نصف عنق الظهر، ثم نقوم بالربط مع هذين الجزئين بهذه الطريقة فقط لا غير. إن أردنا شكل مقور أو دائري هنا يكفي أن نضع خط بهذه الطريقة لتقوير هذا الجزء. نقوم بقطع الباترون هنا من طبيعة الحال بدون خياطة، هنا قيمة للخياطة، هنا قيمة للخياطة أيضا. هذا الجزء ستتم خياطته مع عنق الخلف كما هو مشروح جيدا في فيديو قبة بدون خياطة أو كابوش سون كوتور، يمكنكم مشاهدته. سأضع الرابط في الأسفل لكي لا نقوم بالتكرار ونضيع الوقت. سنحصل على هذا الشكل. سنقوم بطي التوبة على اثنان ونضع هذا بدون خياطة، يعني التوب متني على اثنان بدون خياطة في هذا الجزء. نقوم بالتثبيت لا نترك هنا قيمة لأن التوب متني، ثم نقوم بالقطع. أنا لا أعير اهتمام للبنسات هنا لأنني في صدد شرح القب فقط، يعني الجزء العلوي، لذلك فأنا لا أعير أهمية
للجزء الأسفل. يعني نفس الطريقة التي قمنا بها في الأول، الفرق فقط أننا عوض أن نبدأ من هنا بدأنا من هنا ليتسنى لنا الحصول على القيم التالية 30 أو 25 سنتيم، ثم هذه القيمة، ثم نقوم بالربط. يجب تحديد العنق، يعني القيمة بين هذه وهذه أننا سنحتاجها. ثم نقوم بالقطع بهذه الطريقة حسب العنق الذي نريده. إن أردنا هنا مثلا ننزل من هنا لهنا بعشرون سنتيم مثلا، ونقوم بوضع خط من الأعلى، ننزل من هنا لهنا مثلا بعشرون سنتيم أو 15 سنتيم حسب العنق الذي نريده، ثم نقوم بالقطع في وسط هذا الشكل بهذه الطريقة. فنحصل على هذا الشكل. يكفي أننا نقوم بخياطة هذا الجزء في الخلف والقيام بباقي التفاصيل التي شرحتها في الفيديو بالضبط للحصول على قبة رائع وسهل بكامل البساطة. هذا الجزء نقوم بتشطيبه إما بصفيفة وإما بأكسسوارات متنوعة، أو يمكننا إدخال ثوب آخر كما شرحت في الفيديو السابق. أتمنى أن يكون الشرح واضح، أتمنى أن أكون قد أصلت الفكرة. انتظروني في فيديوهات قادمة إن شاء الله لتلبية جميع طلباتكم وشرح موديلات جديدة سأقوم بشرح قبة انطلاقا من الكورساج، لأن العديد من الغاليات يبقى لديهم دائما مشكل في كيفية وضع باترون القبة، خصوصا إذا اختلفت الطايات أو ذهبنا من سن إلى سن صغيرة. وبالتالي سأشرح لكم كيفية رسم باترون القبة انطلاقا من الكورساج. إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في قناتي، علقوا ولو بكلمة، ضعوا إعجاب للفيديو لمساندتي في الاستمرار. أي طلب دونوه فأنا تحت الخدمة إن شاء الله، سواء في الفيسبوك شهوات خياطة وتريكو مع مونيا، والذي سأضع الرابط أيضا في أسفل الفيديو. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم.